بشكر جميعا الراحة بمعالي الأخ العزيز معالي أمين عمان أخ يوسف شباب فراس، هذا لقاء طيب ويعني عمدة عمان لما يكون عندنا يعني شيء طيب ونختلف نتفق، لكن للأمانة إنه الجهد أمانة عمان واضح، وخاصة إنه الرؤية اللي وأنا مع الأمير اليوم راح يحكينا عن الرؤية تبعت أمانة عمان، فهو أفضل نسمعكم الأول ونخلص النقاش في ملاحظات التجار، ثم الجزء الثاني نسمع مع الأمين، بعدين نفتح باب النقاش للحضور إذا في شيء ما غطيناه. فمرة ثانية راح أبيك بيت التجار تجارة عمان، وتسمح لي يعني نبدأ اللقاء في الملاحظات اللي وصلتنا. إحنا معليك أعطيني كلمة وبعدين ندخل بالملاحظات. دقيقتين بس. والله أنت قلت لي أحكي أنت وخلص بعدين بحكي أنا. السلام عليكم. تفضل يا سيدي. تفضل. شايفين الصحبة شو بتسوي لما يكون واحد صاحبه المسؤول. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين. سعادة الأخ العزيز وصديق خليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة عمان والأردن، وأصحاب السعادة والعطوف والحضور الكرام وزميلاتي وزملائي، أسعد الله أوقاتكم بالخير والبركة. بشرفني اليوم أكون في غرفة تجارة عمان. حتى نأكد دائما على أنه هناك تنسيق مستمر وتعاون مستمر وقنوات الحوار مفتوحة على كافة المستويات. نعم، زميلكم بغرفة تجارة عمان ممثلة في مجلس أمانة عمان، كان زميل أمجد وبعد ذلك زميلنا علاء، بمعنى أنه الغرفة ممثلة، ولكن لدينا قناعة تامة أنه التواصل والتشاركية تتطلب أن نوسع نطاق التواصل. الاتصال الشخصي ما بيني وبين سعادة رئيس الغرفة أيضا مستمر، أنا وأبو حمزة اتصال مستمر ودائما على مختلف القضايا، لكن هذا اللقاء أردنا أن يكون بنطاق أوسع موسع، وأيضا زملائي بالفريق التنفيذي بأمانة عمان بمختلف القطاعات والتخصصات حتى نستمع لملاحظاتكم. لدينا الكثير ما نقوله، الكثير ما نقوله، لكن بكل صراحة فضلنا أنه اليوم نسمع أكثر، نسمع منكم، نسمع احتياجاتكم، ملاحظاتكم، طلباتكم، شكاويكم تحت أي بند، تحت أي عنوان، ولأي قطاع من القطاعات. ففضلنا أنه اليوم نسمع، لدينا الكثير ما نقوله. احنا جايين نقدم أنفسنا، عمان هي عمانكو، أمانة عمان هي مؤسستكو، كل شيء نقدمه لعمان ولأهل عمان سكان ومستثمرين وتجار ومقيمين وزوار وسياح، هذا واجبنا ومسؤولياتنا. لكن الأهم من ذلك، مثل ما نمتلك الكفاءة والقدرة بالحديث، لازم نكون أكثر قدرة وكفاءة بالاستماع والإصغاء والتعامل مع هذه الملاحظات. فإحنا جاهزين إن اليوم نسمع منكم أكثر، وبعد ذلك إذا تطلب الأمر إننا نحكي نحكي. شكرا أبو حمزة. شكرا عليك. يعني دائما عمان يعني عزيز على كل الأردنيين، فبصراحة عمان كبرت يعني، وعمان اليوم سير شوارعها البعض يعني مش بقول عمان عمرها ما تكبر، بتظل شابة دائما. يعني لا بقول ختيارات كبرت من المساحة. عندما عليك المسؤول بيكبر بصير رئيس وزراء وكذا، مش معنى إنه ختيار، يعني إن شاء الله بصير رئيس وزراء. فكبرت المساحة، كبرت السكان، التخطيط السابق، وهذا معاناة عندك وتحدي كيف تواجهوا الزيادة الكبيرة في السكان، ومن يأتي لعمان كل يوم من خارج العاصمة. ويمكن معظم الملاحظات لما جمعناها من زملائنا بنحكي على ازدحام المروري، ويمكن الأمانة تزعج بعض المسلمين كلمة ازدحام أو أزمة، لكن ويمكن حلول شوي يعني شحيحة، وبطل تعرف في عمان كنت تقول أزمة وقت الساعة 3 تربية الموظفين، اليوم بطل تطلع سبحانية جوجل وين بوديك بوديك. هذا لا تحمل ما تعمل مسؤوليته، لكن نتعاون مع بعض عشان نلاقي حلول. أنا بدي أبدأ، إحنا عندنا معاليك جودة وزرنا زملائنا في مناطق عملهم، هذا كان توجه لمجلس إدارة الدولة الحالية، زرنا وسط البلد، اجتمعنا بالتجار، شكلنا لجنة منهم، رحنا على خلدة وطلعنا من السمان، اجتمعنا مع التجار، شكلنا لجنة منهم، ورحنا عن جبلين شملت تقريبا شرق عمان وجار العمل، فجمعنا بعض الملاحظات وحابين نطرحها اليوم. وموجود بالطاعة معانا يمكن
رؤساء النقابات المعنيين بأهم النقابات، في نقابات ما دعيناها يمكن لأنه ما لهاش تعامل مع أمانة عمان. فاليوم أمام كل زملاء في القطاعات السيارات والذهب والألبس كلهم بدون استثناء. فأعتقد اليوم حكون لقاء قيم. أنا بدي أحكي عن قضية يمكن كنا أحكي عنها امبارح مع ليك، موضوع بتبلش يمكن مش كثير بحب أحكي، موضوع البسطات والبيع العشوائي. وأعتقد إنه اليوم كان شكاوى عمان عمان أبو حمزة رجعوا لنا البسطات على البلد وتم حيرتونا. جهد مبذول كبير في وسط البلد، نتمنى إنه يروح على مخيم الوحدات. مخيم الوحدات مع اللي سمعت تجار قبل فترة، أنا أقول سلطان علان أنا ما صدقش اللي سمعته اللي بصير في ساحة مخيم نادي الوحدات، شيء لا يقبل العقل. وإن شاء الله يكون في خطة أيضا، ومجلس الوزراء طلع صادق على يمكن تعليمات إنشاء الأسواق الشعبية، نحب نسمع معاليك فيها هاي، وإنه هالجمعة شمسية عشان رمضان ونشاطة مستمرة، لأنه السياحة بتزيد في وسط البلد. أي منطقة فيش فيها السيدات احترام بينزلوا أماكن يكون فيش فيها الأرصفة واسعة، فيش فيها للأسف يعني بعض الألفاظ أو كذا. فأنا بتمنى تكون هذه مش داعي ليكم، بتمنى تكون دائمة، وإحنا مع دعم إنشاء أي أسواق زي ما صار في رأس العين تجربة ناجحة. إذا لا وقت عمان تساهم كما يجب أن أكون هون كمان جاهزين نكون شركاء في إنشاء أسواق، لأن هاي أرزاق الناس إحنا حريصين عليها، لكن مش مع الفوضى، مش التعدي على حق التاجر ورخص مهن. حتى لما زملاء في المصيبات قالوا اضطر انه انا احط برا، قلت انت كنت تحط برا لما نسالك تقول عشان احمي الرصيف تبعي من البسطه، ما دام البسطه راحت ما لك حجه اليوم تطلع برا. بصراحه انا يعني دفعت عن قرار الامان لانه الفيديوهات شفتها يعني افرحتنا بصراحه، نتمنى تشمل كل مناطق عمان. فانا النقطه هاي الاولى معليك حاب اسمع انه هل ستمتد الحمله لمناطق اخرى وخاصه مخيم الوحدات، وهل البلد مؤقته ولا دائمه؟ شكرا اخوي ابو حمزه. بناكد اكيد انه موضوع البصات او المخالفات اللي قاعده تصير بالمدينه اليوم، مين بيرتكبها؟ بيرتكبها مواطن. بتحمل المسؤوليه لمين؟ للجهه المنظمه امانه عمان. زي ما بنحكي عن النظافه بقول لك والله الشارع الفلاني مش نظيف، طيب مين وسخه؟ بنحكي على الامانه المعنيه بالتنظيف اللي بتنظف، بس ما بنحكي على اللي وسخ. بنحكي على تبع البسطة، بنحكي على الأمانة بس ما بنحكي على تبع البسطة. تبع البسطة فيها تفاصيل كثير، كم شريك لتبع البسطة، صاحب المحل شو علاقته مع تبع البسطة، وكيف بيحجز أحيانا صاحب المحل هاي البسطة. صارت تفاصيل كثيرة، مش معنيين نخوض بهاي التفاصيل، ما نحكي على دورنا المباشر. يمكن لاحظتوا وتواصلت أنا وياك أبو حمزة أنه قاعدين نتعامل اليوم بحزم في موضوع المخالفات في وسط البلد، فكينا وخلعنا وشلنا وصادرنا بضاعة. طبعا قرار البضاعة اللي بتصادر ما بترجع أبدا، هذا قرار البضاعة اللي بتصادر ما بترجع، بتوزع بقنوات رسمية لجهات خيرية مختلفة. الحملة مستمرة، طلبتنا أبو حمزة أنه يبلغ تجار وسط البلد على أنه ما يخلوا بضاعتهم خارج محلاتهم، هم يتحملوا المسؤولية، ما حدا يتحجج أنه بده يحجز، كل شيء بوجهنا ماخذينه، ما راح نسمح بمخالفة القانون. هذا أولا. اثنين، في عنا 10 ساحات هيئت حتى تكون أسواق شعبية، وهذه المفروض يعني نفتتحها قريبا جدا أبو سعد، أظن أنها جاهزة بس كان بدها كهرباء يمكن. لازم يعني خلينا نوعد يعني خلال شهر يكون برنامجنا الزمني مبين، حتى نفتح 10 ساحات أسواق شعبية، حتى اللي يتحجج نقول له تفضل هاي المكان موجود، نقدم البديل يكون موجود ب10 مواقع بعمان. بصروا على أنه الأرزاق عند تزاحم الأقدام، بدنا نخلق حالة تزاحم أقدام في مناطق جديدة اللي هي المناطق الشعبية الأسواق الشعبية. ما نتحجج، إحنا نخلق هذا السوق بالرتب وكلياتنا كشركاء أمانة عمان وتجار وأصحاب بسطات. اللي بيترزق يجي يتفضل، اللي بيترزق مش على حساب التجار اللي موجودين يدفعوا رخص مهن وإيجارات وضرائب ورواتب وكهرباء وما إلى ذلك، مش على حساب الناس اللي بيمشوا على الأرصفة، مش على حساب حركة المرور. هذه منظومة كاملة. فإحنا عندنا برنامج يتضمن 10 أسواق شعبية، راح ننزلهم على الخارطة، وأظن الخارطة موجودة جهزناها، اللي راح تنزل جايس لكل الناس ويجي يتفضلوا. الحملة مستمرة تشمل الجميع، احنا
احنا الان شغالين بوسط بلد وبشارع الاردن ومجمع المحطه، وراح ننتقل للوحدات ولكل منطقه فيها بصات وفيها مخالفات، وبحزم وقوه وما بنرد على حدا لا واسطات ولا خففوا علينا ابدا. مخالفه القانون مرفوضه باي صوره من الصور. الله يقولك، يعني نحكي بعد شهر نجد بسطة مخالفة في عاصمة عمان؟ بعد شهر بنعلن عن، شوف هسه راح نواجه تحدي رمضان والعيد، الكل راح يقول لك انت جاي بوقت غلط وجاي تطبق القانون بوقت غلط والاسباب انسانية والوضع الاقتصادي والناس. احنا ما بدنا نعطي حجج للناس عشان نضعف قرارنا، اكيد تنفيذ قرارنا بتكون بعد العيد، بس قبل العيد بنكون حددنا كل مواقع تكون جاهزة 100%، حتى بعد العيد نبلش عملية بس معليك التجهيز. يعني مزبوط في عيد ورمضان وموسم التجار بيستنوا فيه، انا رحت على الشوارع التاجر بيعرف شو عم حل، صح هذا ما راح، هذا راح يضلنا شغالين في منهم ضرب طبعا، يعني فبدناش يكون كمان، بحب نكون واضحين وصريحين كمان، يعني حتى لو بدك تخلي جزء لبعد شهر مش بالطريقه الموجوده ابدا ابدا. موضوع ثاني يمكن مارق لكل التجار، موضوع المواقف والمخالفات خاصة وسط البلد الحسين، في يعني شقين، شق المتسوقين معي وشق التحميل والتنزيل، ومن زمان نسمع عن مشروع الاوتوبار كل حط هالمفلوس كنا مرتاح خالص، دائما تحط هالمصاري زي الدول الأوروبية، ومعي كان في كذا مرة حكتوا لنا المشروع جاهز على طول حاطات، حب يعني أسمع معك إنه هل فعلا المشروع ما زال قائم؟ هل سنجد بالوقت القريب شوارع عمان فيها مواقف مدفوعة مسبقة إنه تفتح وجع الراس المخالفات؟ نعم طبعا هذا المشروع قائم، انتهينا من رسائل الاهتمام، تم تأهيل 9 شركات الآن بمرحلة إعداد الوثيقة النهائية، الفريق الفني شغال عليها، وإحنا نتوقع أنه نبدأ بتنفيذ هذا المشروع إما نهاية هذا العام أو بحد أقصى بداية العام القادم، هذا ماشي حسب برنامجه، بس مش منصف اني امر عليها مرور الكرام هيك، لانه هذا مشروع كبير جدا، مش موضوع بس مش اوتوبارك ونسيت باركينج وبس، لا هذا مشروع كبير جدا، فبعرفش متى نحكي فيه. لا تفضل احنا معانا وقت، لانه بدنا نحكي لما بنحكي عن الزحمات تحت مظلة المشروع الاكبر تحويل عمان الى مدينة ذكية. تحويل عمان إلى مدينة ذكية هذه مظلة واسعة تحتها مئات المشاريع، تحت مشروع مدينة عمان ذكية مئات المشاريع. المدينة الذكية هي المدينة الكفوة المنيعة التي لديها سرعة استجابة لاحتياجات سكانها ومواطنينها وزوارها، وتمتلك توظف قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في رفع كفاءة خدماتها المقدمة للمواطنين. هذا المشروع اللي الآن احنا نتحدث عنه برسائل الاهتمام هو إدارة الرقابة الإلكترونية أو إدارة المرور الذكية، اللي بتتضمن بعناصرها العامة وجود كاميرات في المدينة، هذه الكاميرات لها عدة مهام وعدة أدوار، بتضمن مشروع المواقف المدفوعة الأجرة، بتضمن المواقف على الأونستيت باركينج اللي هي على الشوارع أو الأوفستيت باركينج، الاستثمار بالمواقف العامة، وعشرات المشاريع اللي ممكن نحكي فيها تحت هذه المظلة. اليوم لما نحكي في عندنا ازدحامات مرورية ومخالفات سير، الأول المهمة الأولى لازم نشتغل عليها، والدرس الأول نعرف شو سبب الازدحامات المرورية، ليش في عندنا ازدحامات مرورية بالمدينة، شو أسبابها؟ السبب الأول زيادة عدد المركبات الخاصة. ليش زادت عدد المركبات الخاصة؟ لا لغياب منظومة النقل العام، لأنه ما في عندنا منظومة نقل عام. السبب الثالث البنية التحتية، هل البنية التحتية ملائمة لاستخدام المركبات؟ السبب الرابع مخالفات السير، سلوك السائق، هل قانون السير رادع بالشكل الكامل؟ هل تطبيق قانون السير يغطي كل المدينة وعلى مدار الساعة؟ السبب السادس سهولة تملك
المركبات الخاصة. هذا جانب مش بس له أثر على المرور وعلى الاقتصاد الوطني، له علاقة مباشرة باقتصاد الفرد واقتصاد الأسرة. بديش أخوض بهذا المفاهيم وأثر على اقتصاد الفرد والأسرة، بس خلينا نحكي عن مرورية. طيب شو لازم نسوي نتعامل مع هاي الأسباب؟ كيف لازم نشتغل عليها؟ بناء منظومة نقل عام. احنا فخورين انه الخطة الاستراتيجية لأمانة عمان هي لخمس سنوات، ما عدا منظومة النقل العام لعشر سنوات، لانه البنية التحتية للنقل العام بنية تحتاج وقت زمني اطول وكلفة مالية اكبر، وبالتالي تحتاج مدة زمنية اكثر. ايضا عملنا على رفع كفاءة منظومة النقل العام داخل مدينة عمان من خلال تأسيس ذراع أمانة عمان، رؤية عمان للنقل، باص عمان، وأيضا التشغيل التجريبي للباص السريع. اليوم طورنا هذه المنظومة بشكل ملحوظ ومستمرين بتطوير منظومة النقل العام في المدينة. عندنا خطة واضحة بتوفير منظومة نقل عام ملائمة موثوقة آمنة يستخدمها المواطن الأردني. الموضوع الثاني فيما يتعلق بقانون السير، تم تعديل قانون السير، كان يتضمن، ما كان يهمنا أن نغلظ العقوبات بشكل كبير بقدر ما كان يهمنا أنه نلغي فكرة الاعتراض على قيمة المخالفة. كان اللي بركب سيارته يظل يخالف لآخر السنة وهو مطمن، بروح بيرخص، بنزل على المحكمة بيقدم اعتراض حكما 50%، يشد على الموضوع شوي بأخذ أكثر. بطلت فكرة المخالفة رادعة، فإذا السلوك غير منضبط بالشكل الكافي. تعدل القانون، التغت فكرة الاعتراض على قيمة المخالفة. هذا أمر حاسم، بالإضافة إلى تغليظ عدد كبير من المخالفات. نجي على التطبيق. اليوم لو من أي حي من الأحياء السكنية في شارع ممنوع المرور، راح تلاقي المواطن يدخل ممنوع المرور متعود، شايف الصائن ولا سائل، ممنوع الوقوف بوقف. مش معقول بكل شارع ومع كل سايب وكل دخلة بنحط شرطة سير، مش معقول. فلذلك اتدرب مواطننا وسلوكه بالفطرة صار مخالفة قانون السير، لأنه قاعد يخالفه، يعني يدخل ممنوع المرور وهو مرتاح، بصف بأي مكان دبل بارك مش فارقة معه، عادي يقطع إشارة حمراء ما عليها كاميرا بمنتهى الأريحية، ما عنده مشكلة، يصف على كيرف يعطل سير ما عنده مشكلة. شو الحل؟ الحل بدنا رقابة إلكترونية على مدار الساعة. شرط السير هو الكاميرا، كل دقيقة كل لحظة، مجرد ما حط رجله برا بيته، كل ما تحرك بالسيارة متر بده يتخالف، عارفه متصور كمان، بده يلتزم بالقانون. سبب الزحام المروري الوقوف العشوائي، الوقوف بالأماكن الممنوعة، عشان فيش عندنا ثقافة إنه بعد 20 متر ولا 30 متر نصف السيارة، بوقف دبل بارك عشان يجيب ربطة خبز أو يجيب، ولا بسأل بيعطل شارع رئيسي محوري ولا فارقة معه. طيب معقول بكل مكان نحط شرطة سير؟ فإذا وجود هذه الكاميرات راح تغير سلوك السائق الأردني، وراح يكون لها الأثر الأكبر بالازدحامات المرورية بالمدينة، لما الكيرفات تكون حرة، لما تكون المواقف متوفرة. ثالث، المواقف. بقدرش أفصل المواقف عن بعض، المواقف اللي على الشارع مدفوعة الأجر بالساعة والمواقف العامة اللي لازم تكون موجودة. الدور الوظيفي للموقف اللي على الشارع غير عن الدور الوظيفي للمواقف العامة. اللي على الشارع
الموقف الواحد لازم يخدم بين 10 إلى 15 مواطن باليوم. ما بصير اليوم بتطبيق العملي سواء موظف عام أو خاص، نحكي عن الموظفين، لما بيجي على عمله بصب سيارته على الشارع، بروح داوم مؤسسته من 7:30-8 الصبح للساعة 5 المساء، هذا الموقف محجوز. لو بيجي مراجع أو حتى صاحب مصلحة بصب سيارته قدام محله، زبونه بده يجي ما بيلاقي موقف لأنه هو أصلا صاب سيارته قدام محله. هذا الموقف له دور وظيفي مش لصاحب المحل. صاحب المحل اللي صاب سيارته أو حاط حاجز مش له، هذا إلنا الشارع والموقف إلنا. بنحكي على تبعين الفالي ونحكي على تبعين المحلات ونحكي على الكل، حاجز شارع مش له. كيف بدي ننظم هاي العلاقة؟ يكون الوقوف بالأجرة في له دور وظيفي. هذا الموقف اللي بده يجي على محل أو بده يجي على وزارة أو بده يجي على بنك لازم يلاقي محل يصف فيه يدفع أجرة بدل هالنص ساعة اللي بده يوقفها أو الساعة. لما تيجي أنت بعده بعد ساعة بتلاقي موقف. الموظف لازم يكون في مواقف عامة لطول اليوم بأجرة رمزية، بأجرة رمزية. لا يمكن أن ننفذ مشروع قبل مشروع. مشروع مواقف عامة لحاله ما راح ينجح استثماره، أراضي غالية ومواقف مكلفة، وإني أحط مواقف بالأجرة على الشوارع وأنا مش مأمن مواقف عامة كمان مش عدالة. فالمنظومة لازم تشتغل مع بعض، والموظف اللي بيقدرش يدفع أجرة يوم بالموقف العام يستخدم النقل العام، وإحنا بنضايقه عشان يستخدم النقل العام، ويمكن نوفر عليه عشان يستخدم النقل العام لأن في توسع بمنظومة النقل العام. هيك بنتسلسل بالمنظومة لأنه يمكن أن نلاقي حل منفرد أو فكرة واحدة منفردة. 100 واحد يطرح أفكار، طب حطوا لنا مواقف الأجرة، ما بينفع حط مواقف الأجرة هيك بصورة عشوائية. لازم يكون مخطط لها ضمن برنامج عادل ومنصف للجميع. لازم يكون عندنا حلول كاملة نقدمها للجميع، مش نأخذ جزئية من 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 الحل. هذا أهم شيء نتعامل معه، وأحسن مشروع رح نشتغل عليه فيما يتعلق بالمواقف أكيد رح يكون بشكل واضح المصرح لهم بالوقوف، رح يكون بشكل واضح التحميل والتنزيل، رح يكون يعني رح تكون منظومة مؤسسة بطريقة تشريعية قانونية وفنية. اليوم التكنولوجيا منظومة عظيمة جدا. هاي الكاميرات اللي موجودة بالمدينة، بالمناسبة رح نبدأ بمنطقتين زهران والعبدلي، لأنه هاي المشاريع ضخمة جدا والتعامل مع البنية التحتية فيها مكلف جدا، فيعني رح تكون تدريجيا نتوسع فيها بالمدينة. وجود هاي الكاميرات بالمدينة صح واحد من أهدافها مخالفات السير، بس الإشي الأهم أنها تجمع لنا معلومات، قاعدة بيانات مهمة مرتبطة بمركز سميناه مركز مدينة عمان الذكية. رح يكون في مركز احنا الآن بمراحل النهائية من تصميمه، رح يكون بوادي عبدون، رح يكون نوعي على مش على مستوى الأردن، على مستوى المنطقة كمان. دور هذه الكاميرات تغذي هذا المركز بالبيانات على مدار الساعة، عشان بتقول لي في مشكلة مرورية بالمحور الفلاني، هاي الكاميرات دورها بتعد السيارات من الساعة للساعة، ساعات الذروة وأيام العطل وأيام الأعياد، وبتقول لي عن السيارات الخاصة والسيارات العامة والسيارات الرسمية، وهاي السيارات من وين جاية ومن وين رايحة، كم سيارة تدخل المدينة، كم سيارة تطلع من المدينة. كل هاي المعلومات تصل لهذا المركز، تتجمع، بتروح على نسميها نظريا الغرفة الثانية، غرفة التحليل، يتم تحليل هذه البيانات حتى نوصل لتحديد كل هالمعلومات بعناوين مفصلة عن هذه الظاهرة اللي احنا بدنا نحللها او بدنا نبحث عن حلول لها. التحليل يعطينا مخرجات، هذه المخرجات بنحولها ايضا نظريا للغرفة الثالثة اللي هي غرفة الذكاء الاصطناعي حتى يعطيني الحلول المثلى لهذه الظاهرة او المشكلة.
وبعد ذلك يتم وضع على طاولة الجهة المختصة أو المسؤول المختص لاتخاذ القرار. هذه المنظومة اللي اليوم إحنا بنشتغل عليها، وهذه اللي إحنا قاطعين فيها شوط، إحنا بمنتصف الطريق منها، وهذه الطريقة الأمثل. لأنه دائما لما نبحث عن قاعدة بيانات بنلاقيها صعوبة الوصول لها، أو قاعدة بيانات متغيرة، أو كل جهة بتقدمها بطريقتها، لأنه كل جهة عندها مصدرها للبيانات. لما يكون المصدر محايد أكيد تكون معلومة أكثر دقة. وبرجع لمخالفات السير، وبرجع للكاميرات. الكاميرا أداة محايدة، ما بتعرف إنه معك سيارة أفانتي ولا مش عارف، ولا إنه معك رينج روفر، ولا معك تعرف سلوكك إنك مخالف أو مش مخالف. هذه أداة محايدة، ما بتعمل مين أنت وشو منصبك وشو اسم عيلتك وقديش معك مصاري بالبنك، أداة محايدة. بتراقب سلوكك فقط، خالفت بتخالفك، ما خلفت سامع على دائما. للأسف يتهم الشرطي بالمزاجية، وهذا اتهام في غير محله، بس الشرطي ما بقدر يغطي منطقة كاملة. هالكاميرا تقدرش تتهاوش معها، تستسلم، لأنك راح تكون مطمن إنه هذه الأداة محايدة وخالفتك بسبب سلوكك، مش لون عيونك ولا لون سيارتك ولا شكلك ولا ضحكت بوجهي ولا ما ضحكت بوجهي ولا سلمت ولا ما سلمت. هذا يحقق الرضا عند الناس، لما تكون أداة محايدة وتطبيق عادل يحقق الرضا عند الناس، يتقبل المخالفة بكل رضا. ولما يتقبل المخالفة هو لحاله يتبرمج على احترام القانون، يتبرمج على احترام النظام، ويتغير سلوكه. هذا بقانون السير، إذا تبرمج على تغيير سلوكه واحترام القانون والنظام، نفسه الشخص راح يتبرمج على احترام أي قانون أو نظام آخر، راح يبطل يخالف بالارتداد، راح يبطل يخالف بالبسطات، راح يبطل يخالف يبني فوق، راح يبطل يخالف بالسدد، راح يبطل يخالف باللوحة الإعلانية، راح يبطل خلاص، راح يتبرمج انه يحترم القوانين والأنظمة. خلاف ذلك راح تجي مخالف من واحد محايد، مش راح يقدر يضبطه هذا الواحد لأنها كاميرا، فما يتعب حاله، هذا ما بتزبط. شو حلها؟ تعرف لك على هكر هيك عشان يخترق الكاميرا ويضبط. هاي المنظومة اللي بتحقق الرضا، بتحقق الرضا وتعزز مبادئ المواطنة عند الناس. كلام جميل، عكس يعني شيء حضاري معناه. طب الكاميرا بس بتشوف السلوك ولا اللي يعني بندبر على واحد بيني وبينك بقول لك بعدين عشان مطمن بقول لك. طيب هل في اعتراض؟ يعني هل الكاميرات هاي ذكية في حق المواطن فعلا؟ برضو هاي الكمبيوتر بخرب هل ما مفتوح الحق بالاعتراض على المخالفة انها تمت او لم تتم؟ تمام. اذا ما خالف طبعا هذا حق دستوري لا يمكن يعني المساس به. طيب يعني عشان احنا الشكاوى الانيه اليوم تحكي انت رؤية طموحه وكلنا نحتسي، ولما تجربه احنا كقطاع حلقه المواطنيه في موضوع الكاميرات، موضوع المخالفات، شكاوى على الابتزاز، على حالات فرديه، من هاي كلها تقريبا تلاشت لما صار في زي موحد للمراقب، في كاميرا، في حق الاعتراض اذا الكاميرا مش مفتوحه للمخالف غير قانوني. يعني هذا كله كلام جربناه بصراحه بالمفتشين ونقد نوعي كان تسجل لكم. وعندي رساله، عندي رساله للتجار، بترجاكم اللي ما بيجي بالزي الرسمي المعتمد، واللي ما بيجي معه التاب ومعه الكاميرا وتكون شغالة، اكحشوا والهوية، سكر الباب بوجههم، يقول له اعلم بخيلك اركب، لا تضعفوا، لا تخلوا حدا يبتزكوا، ما حدا على كيف ويجي، لا تسمحوا لحدا يبتزك بأي شيء. كم حدا كان من يبتزوا، يا إما موظف سابق، يا متقاعد، يا بنتحل شخصية، يا إلى ما يزال. إذا واثق من حالك ليش تخضع الابتزاز؟ طلعوا برا،
ما حدا يضعف. الدور يشعر إن في حماية له في الإدارة. طبعًا. فبيخبط الخيار من الابتزاز. فهذا. أبدًا. إن أنا لما بدي أقول أطلع برا أو بشرط برا إنه أضمن حماية من الأمين ومدير المدينة ولا يعني هذا شعر موجود. إحنا نحمي القانون وتطبيقه بعدالة. ما بنحمي واحد يمارس الابتزاز بحق أي كان. تمام. ومهما كانت صفته. فبيجي هسه على المواسم. إحنا اليوم المخالفات كثير في. يعني بصراحة للأسف لو عمرنا شاركنا في لجنة السير المركزية صحيح أمانة عمان والسير لكن إحنا شركاء اليوم في شوارع تجارية لها خصية معني في مواسم لها خصية راح بس زي ما قلت عنده تعليمات عشان ما يتهم إنه مزاجي بطبق القانون مش كشي يعني مثلا وصل البلد تعاون مرة منا نص ساعة يعني مرات بتحس إنه ممكن نص ساعة ودقيقة يخالفك مرات اللي بيزع وصل البلد بينزل دورة على خمس لغات فرقيت لما يتخالف 20 برجعش وفي الحسين مناطق نحكي فيا ريت اجتماع قريب يكون احنا واخواننا في اللجنة المركزية والشباب اللي نروح عندك ودار السير في زملائنا النقباء قعدنا في اقتراحات انه هون وسط البلد تحميل وتنزيل اكثر منطقة فيها البكابات ساعات معينة وبصراحة في اماكن احنا شايفها ما بتسكر الشوارع فبتمنى يكون في لقاء قريب بدناش نحكي تفاصيل اليوم شوارع معينة حتى نكسب الوقت تمام ماشي معي شارع الوكالات شارع الوكالات اجتنا يعني شبه اجماع من التجار بيطالبوا باغلاق ويصبح المشاة ولانه اليوم مع التعديل الارصفي بطل في مواقف الشارع مات بهذا بوصف زملاء التجار هل هناك امل انه امانه عمان تسكر هذا الشارع لو مؤقتا تشل حتى نجرب التجار لا يعني يقول لك والله رجعنا اياها بالسيارات هل في ما يمنع لانه شارع باريس بديل انا برضه لانه نفس البصره يمين شمال هل معليك هاي فكرة قابلة للدراسة؟ ما في فكرة مش قابلة للدراسة. يعني أكيد. بس إذا بتتذكر إحنا فتحنا بناء على طلب التجار. كان هو للمشاة. وقالوا لنا فقط مرور ولاي باي للوقوف المؤقت عشان نرجع الحياة لهذا الشارع. فقط في وقوف. هسا بدنا نسكر خلينا ندرسه هاي. يعني الوقوف معليك شو ضرب كم؟ إحنا. تعرف في كلها يعني بيش كم سيارة؟ ما هو التحميل والتنزيل نعمل للتحميل والتنزيل ست بدها تيجي اليوم اذا بنفتح الشارع الفالي جتنا شكاوى انه في استقواء حتى على السيدات اللي بتحتاج فالي غصبا عنها بصير يعني بندرس الطلب ابدا بس بيبعثوا لنا الطلب عشان ممكن نطلع زياره طبعا جاهزين اصحاب الاخوان اختصاص نطلع الشارع جاهزين احنا بالاخير يعني لانه الشارع فعلا تراجع يعني بنشوف انه صار البس اكثر ناس اي دراسه ممكن انها تسعف اي موقع يكون حيوي احنا جاهزين نشتغل بس فاتني اني اقول ضمن منظومه الكاميرات والمواقف هاي انه راح نقضي على حاله على ظاهره البليهات اللي موجوده بطريقه غير ملائمه غالبا بالمدينه لانه راح تكون المواقف كلها مسيطر عليها من خلال امانه عمان الكاميرات موجوده المراقبه موجوده لهذول الناس رح ينضبط هذا السلوك بشكل كبير ان شاء الله طيب سيدي في موضوع من وين رايح يا عصام عشان عنده بريد خالف في المطعم طهر طيب سيدي احنا قبل فتره جتنا يعني رسائل من زملائنا في شارع ما اعرف شو اسمه شارع الاناره جبل حسين شو اسمه يا علاء هو يجي تابع منه للعبدري يجي له تابع جبل صلاح الدين صلاح الدين معروف هذا اشتروه من 74 معلي والله رحنا انا وعلاء وزملاء زرناهم فعلا الشارع الارصفي فيها مكسره بعضها الكرمدلين مش مزبوط شارع قديم عمارات حلوه يعني كيف الرينبو والويبت فاحنا على يعني ما قصروا الشباب في الامانه تعاونوا صلحوا شغلات ضل عندنا موضوع يمكن الاناره بالليل رح نساهم بتزيين الشارع بشجر باناره متخصصه حتى يكون الشارع يعني بنحاول معاك ونرجع نحيي الأحياء القديمة التجارية وهذا بنأخذ نموذج في الشارع لأنه في فكرته للجملة لما رحنا في سيدات وناس تيجي أفراد ثريات وإنارة تخيل بالليل إذا بنقلب هذا الشارع إنارته حتى مختلفة مش بس لا يعني تخيل بصير نموذج الناس تروح سياحة عليه واليوم نزلنا شكل السوشيال ميديا اللي متعلمينها في عمان تعطينا أفكار كيف نروج هذا الشارع كشارع تجاري تراثي يعني من 74 تحكي عمر طبعا والمحلات كلها بصراحه حتى اللي فتحت في خالده كلهم ما تركوش محلاتهم اللي هناك ف
كان في تعاون كبير مع أخونا علاء، فأعطيك بداخل بالآخر بس عشان الفكرة. اليوم سوق مانجو قديم، سوق الشراب قديم، في بعرفش يعني نجاح الويب دي بشجعنا إنه طبعا فبدنا نرجع نحي الأسواق التجارية القديمة، المولات تأخذ دورها لكن فيها سياحة، وإحنا جاهزين كغرفة عمان زملاء كلهم هون نساهم كمان، هذا واجبنا. وبصراحة نعمل إشي حضاري، مش بس والله بس كافي شوبات، لا بدنا المحلات ترجع والأسر تتسوق، حتى بصير فيها سياحة، نعمل فيها مهرجانات. إحنا حاطين للمطالب إنه شو ممكن يعني عمان ليش فيها مهرجان تسوق، عمان ليش يعني ليش ما نعمل في مناطق مناطق، أو نعمل بالتعاون معكم مع السياحة مع الفنادق. بصراحة عمان مش ناقصها إشي، الخليج كله بالصيف ميت اقتصاديا، احنا الوحيدين. يلا هي دعوه، خلينا نسوي برنامج للصيف. يعني بصراحه انت بتعمل مهرجان جميل وكذا ترفيهي، لكن عندنا صيف عمان بطبيعته ترفيهي، خلينا نعمل صيف عمان اللي بطبيعته اقتصادي، لانه بصراحه فرصه يعني خلينا في الخليج حتى المغتربين اليوم الحراره بالخليج، الكويت تعمل في فبراير، دبي بتعمل شهر 3 او 1، السعوديه بتعمل، ما في حدا بيعمل بالصيف، احنا انسب جو. فليش عمان فعلا هلا بتقول لي ازدحام؟ لا بتتنظم، بنعش الاسواق، بنقدم تخفيضات مدروسه ورقابه حتى نحمي برضو المستهلك. دبي انا بتذكر رحت اول مهرجان تسوق، اول سنه فكروها بتخوت، كانت الحكومه الاماراتيه او الحكومه دبي رازده الاسعار قبل التخفيضات وحطت علامات وسحبوا رخص نص المحلات اللي ما التزمت. ثاني سنه كان نجاح كبير، صحيح. الضريبة تعاونت، الملكية تعاونت، يعني الطيران الإمارات، فبالتالي أعتقد العاصمة في أفكار، وصراحة شعب الناس بتعطش في اليوم جاهزين، فهاي بدنا نشكل لجنة مشتركة جاهزين. بس هسا عندنا نموذج نبلش فيه، بس توجيهاتك للشباب، لأنه على الأقل ثلاث مناطق في عبدلي، حسين البلد أو المدينة، هي شارع هاي ثلاثة كل واحد أشلهم. بلشنا بالحسين، بالحسين طلعت الحسين كل هاي الإضاءات على بس الشباب هاي المنطقة مين تابع عشان الشباب؟ العبدلي، العبدلي في شارع تابع لمنطقة العبدلي، وفي شارع أخذوه من هناك وأخذوا بداله شارع الخيام، بدلوا المناطق بين المدينة والمدينة عبدلي. عبدلي بس العبدلي الحسين، عبدلي والمدينة الحسين هي عبدلي، الحسين هي عبدلي، المنطقة منطقة واحدة، المنطقة اللي عم نشتغل فيها أبعدها عبدلي، إحنا عم نشتغل فيها بحاجة يعني وماشي معيتك لو نروح على الشارع. الإمارات بصراحة مهجورة وعليها لا هي من نظر أي شارع صلاح الدين؟ لا شارع حمدوخ، أسعد خليل حمدوخ، أسعد خليل حمدوخ. هاي الشباب معنا اللجنة، عليك اشتغلنا على عدة نقاط، شارع بجنن، والإدارة التدريبية جاوب معنا بنفس اليوم ثاني يوم، حملة النظافة كانت كثير قوية، الأرصفة صلح الأرصفة، الإضاءة كل ضوء كان خربان بنفس اليوم تصلح، ظل عنا أربع تقاطعات بدها حوادث رهيبة غاد. المطبات عم نستناهم بس يوصلوا مشان نركب كاتايز. وفي عنا موعد بكرة مع زينة عمان مشان نشوفها، وعنا موعد مع السوشيال ميديا يوم الأربعاء بنفس الشارع الساعة 9 مشان نعرف كيف نمضي. زي ما حكى أبو حمدي راح نسوي موديل لمدينة جد. عمان يعني الله راضي نعيش كل المدينة إن شاء الله. تسلم. معاليك موضوع تنظيم القطاعات، يعني بتروح على شارع خليل السالم اليوم كله ألبس صار، بتروح على شارع الجارز كله موبايلات، بتروح على عند السابع، هل ممكن اليوم فيما هو قادم نقدر ننظم هذه القطاعات بمعنى المهن؟ بصراحة الناس كمان لما أدفع خلو وأدوكر ولاقي شارع كله بس أنا نجحت فيه صار كله نفس المهنة، هل هذا صحي؟ يعني هل في درستوا هذا الموضوع إنه قانونيا فنيا هل ممكن إنه عشان الناس ترزق رزق رب العالمين، بس عشان اللي دفع كلفة واخد دفع كله واجار وتسوى ديكورات انه يكون في تنوع بالمهن يعني بالضبط. يعني اقول كيف المخابز 1500 متر بين المخبز الالي والالي، هي سلاح ذو حدين، يعني مرات يكون الشارع عنده صفه واحده بخدمه انه الناس عارفين انه هذا الشارع كله ملابس او هذا الشارع كله اجهزه كهربائيه وهذا الشارع كله مفروشات، واحيانا بس اليوم ما في تشريع يلزمنا بصراحه، ما في تشريع يلزمنا لانه تنظيمي. مره واحنا صغار ابو نصير سكان ابو نصير اللي ضحك ابو نصير كان يقول بالحاره سوبر ماركت واحد الحاره الثانيه، فكان فعلا هذا المحل يدفع ضمان ويدفع اجار
ويتنسب. في مسافات مع 150 يعني. لا لا نحكي عن التجاري لا ما في مسافات. لا لا نحكي لا فيش هلا بس المخابز ما في صيدليات. وما بنقدر الحكم التنظيمي بيسمح له هذه المهن بالتجاري ما بقدر أمنه. يعني ما عندي تشريع يمنعني. لا أنا كشات. يصرح يعني يسمح لي إني أمنع. ما بقدر. لأنه والله بشوف يعني ممكن تكون المناطق الجديدة مثلا تتنظم. يمكن ينضم أصحاب الأرض يقول لك أنا تجارة طب ليش ما حليت السوبر ماركت. إحنا عندنا مشروع نظام التخطيط والتنظيم اللي شغالين عليه هذا ربما يكون فيه مبادئ. يعني زي المولات أنا السابع. راح يكون فيه مبادئ تخطيطية مختلفة للمدينة. ليش بس سامي تحكينا شو فيه بتخبي علينا. لا مو لسه بس يعني بس يوصل لمرحلة النضوج. على المولات مشاكل كبيرة يكون في مسافة ما لقيش كلهم على شارع مكة ولا على السابع وفعلا جنب بعض يتوزع على الأقل المشاكل الكبيرة يعني حط مساحة معينة من الأمتار. بتذكر حطينا على المولات أسس بس كان ممكن مسافات بس كان تعريف المولات واجهنا مشكلة بتعريف المولات بتذكر كان هايبر ماركت تعريفه مش مبين. المول هذاك المول بيأجر محلات ولا المول اسمه مول كله لواحد من أربع سنوات كان هذا الحكي. لا كان علي مت كان من كان علي لا قبل 2015 2016 بس كانت الوصف ميني ماركت سوبر ماركت كذا كان فيها شوية أخطاء والمساحات يعني بعتقد هاي أمور مش سهل إنه اليوم في موضوع كل موسم من المواسم بيصير في تعدي على زملائنا صار آخر موسم القرطاسية رأي كنزمان قطر رسم الدين بيجي فريق عنده محل أدوات منزلية محل ألبسة بحط خيمة باك تو سكول. طب أنا بسلف هالموسم كمكتبة عيد الأم بيجي أدوات منزلية بسلف هالموسم بيجي واحد يقول لك على السوشيال ميديا عندي عيد الأم حاولنا لا ما أنا قال لك أنا ما بطلع إلا أعطين دار يراجع يضيف الغاية لو خسر الموسم بيع اللي باعه فهذا معليك يعني بصراحة عمان بالأمان.